إن قلت كن يكون. تنقلت بين أوراق الكتب والصحف والوثائق حول تاريخ الفتوحات الإسلامية، والتي تتوج من ثقة الخليفة عمر بن الخطاب بكفاءة القائد عمرو بن العاص وحنكته الحربية والسياسية من النصر على مدينة تلو الأخرى، ومع تطلع نفس عمرو بن العاص إلى فتح أكبر وهي الديار المصرية التي كانت درة التاج في دولة هرقل. هو قلعة الثقافة والعلم، أطلق عليه عدد من الأسماء منها الجامع العتيق والفتحة. هو أول حجر في تأسيس عاصمة مصر الفسطاط، ونقطة تغير في لسان المصريين والتحول للثقافة العربية. نحن الآن بين أروقة وأسوار جامع عمرو بن العاص بالقاهرة، تاج الجوامع. لقد جرت عادة العرب في كل الفتوحات أن يؤسسوا في الأقطار التي يفتحونها عواصم جديدة. وفيما يتعلق بمصر، نرى أنه مع دخول العرب أسس عمرو بن العاص حاضرة جديدة سنة 21 هجرية في المكان الذي يقع إلى الشمال من حصن بابليون. جاء عمرو بن العاص، دخل مصر عام 19 هجرية الموافق 638 ميلادية، واستطاع أن يسيطر على هذه المنطقة المعروفة بمصر القديمة. وبعدما فتح حصن بابليون حط بفسطاطه، أي نصب الخيمة الخاص به في هذا الموقع وبالتحديد خلف المسجد مباشرة، ثم بدأ يعد العدة لفتح العاصمة ألا وهي مدينة الأسكندرية. جاءت فكرة إنشاء جامع في العاصمة والتي أطلق عليها الفسطاط، وقد اختلفت الروايات حول أصل كلمة فسطاط، فجمهور مؤرخ العرب يرجعون أصلها إلى أسطورة اليمامة المعروفة، أما المستشرقون فيرجعونها إلى الكلمة اللاتينية الخيمة التي كانت مسكن لعمرو بن العاص. فتم بناء هذا المكان اللي حط بفسطاطه وهو يعد العدة لفتح الأسكندرية، فأنشأت في البداية مدينة الفسطاط، وهذا كان عام 21 هجرية 642 ميلادية. وبعد تأسيس مدينة الفسطاط أنشأ عمرو بن العاص هذا الجامع. اختار عمرو بن العاص مكانا فريدا لإنشاء الجامع، وكانت تلك المنطقة سواء من الناحية الحربية أو الجغرافية موقع مهم وفي مأمن من هجمات العدو، فهي عند رأس الدلتا وفي نفس الوقت قريبة من الأراضي الزراعية لسهولة توفير المؤن والأقوات. المكان اللي احنا واقفين فيه بمعنى أصح الجهة الشمالية الغربية من المسجد الأصلي كانت امتداد لنهر النيل، ومن هنا كان المؤرخون يقولون أن المصلين كانوا بيتوضأوا مباشرة من نهر النيل ثم يصلوا في جامع عمرو بن العاص. كانت مساحة المسجد أول مرة 50 ذراعاً، ولم يكن للجامع صحن أو مئذنة كما لم يكن له محراب، ولكن كان يحتوي على منبر بناه عمرو بن العاص، وأشرف على بناء القبلة مجموعة من الصحابة. الجدران كانت من الطوب اللبن، وكانت الأعمدة من النخيل، وكان السقف من سعف النخيل، لدرجة إن المصلين كان يصلون بدون حصير وبدون سجاد، لأن ما كانش فيه هذه الأدوات في تلك الفترة، فكان يصلون على الأرض أو على الحصى. شهد جامع عمرو بن العاص العديد من التجديدات والتوسعات طيلة تاريخه، فقد تم هدمه وتوسعته أكثر من مرة، والبداية كانت في عصر الدولة الأموية
التجديد الأهم في هذا الجامع كان في عهد أو عصر الدولة الأموية، ودي اللي كانت مقرها في دمشق. ولمصر من قبل الخلفاء الأمويين في دمشق وهو مسلمة ابن مخلد الأنصاري في عام 53 هجرية جدد وطور ووسع جامع عمرو بن العاص، ووضع ولأول مرة في كل ركن من أركان الجامع مئذنة. إذن نقول أن أول من أدخل نظام المأذنة للأذان كان في العصر الأموي في أيام مسلمة ابن مخلد الأنصاري. وتوالت يد الإصلاح والتعمير والتجديد مسجد عمرو بن العاص طوال العصر المملوكي والفاطمي والعثماني. التوسع الأكبر كان أيام عبد الله بن طاهر، وده كان من أهم الولاة العباسيين الذين حكموا مصر في عام 212 هجرية، وإليه يرجع زلة القبلة كلها أو رواق القبلة كلها. معظم الخلفاء الفاطميين جددوا في جامع عمرو بن العاص، نذكر الخليفة الحاكم ومن قبله الوالد العزيز بالله والخليفة المستنصر، كل هذا لأن جامع عمرو بن العاص هو تاج الجوامع. إلا أن التجديدات استمرت أيضاً في العصر الأيوبي وأيضاً في العصر المملوكي، ثم آخر التجديدات كانت في الفترة العثمانية أيام مملوك أو أمير من الفترة العثمانية ألا وهو مراد بك، والكلام ده كان في عام 1212 هجرية 1797 ميلادية. قام بتطوير وتوسع في جامع عمرو بن العاص، وأصبح الجامع الحالي هي البصمة الكبرى من عمل مراد بك في العصر العثماني، وأضاف المئذنتين الموجودتين دلوقتي اللي بتتميز بالزمن أو الفترة العثمانية، ألا وهي القمة الصغيرة التي تشبه المئذنة. لمسجد عمرو بن العاص مئذنتان، واحدة عند الواجهة فوق المدخل، وثانية عند موقع الزاوية القديمة، الاثنان على نفس الطراز المعماري العثماني وعلى مر العصور، وهما منارتان للعلم والدعوة. وكانت دروس الفقه تعقد في حلقة حول المدرس الذي يجلس إلى أحد الأعمدة، ويعتبر مؤسس مدرسة مصر الدينية هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص. شهد مسجد عمرو بن العاص حركة علمية واسعة على مر العصور، وذلك لأنه كان أول جامعة إسلامية عريقة في مصر. هذه الجامعة أسسها سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، كان يتلقى فيها العلم في مصر، تلقى فيها الطلاب كافة العلوم الشرعية والعربية وغير ذلك من العلوم. درس فيها الفقه على المذاهب الأربعة، درس فيها العلوم الشرعية كالتفسير وعلوم القرآن والحديث وغير ذلك من العلوم، درس فيها أيضاً علوم اللغة العربية وعلوم التاريخ وغير ذلك من العلوم التي كان يتلقاها طلاب العلم في مصر. وليس هذا فحسب، بل كان في المسجد أيضاً حلقات علم تعقد للسيدات، تقوم عليها إحدى النساء الشهيرات بتنظيم هذه الحلقات، وكما ذكر المؤرخون أن السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها كانت لها حلقات علم وحلقات وعظ وإرشاد للسيدات بجامع عمرو بن العاص. من وظائف جامع عمرو المهمة أنه كان مكان لجلوس القضاء، فقد كانت فيه محكمة لفض المنازعات الدينية والمدنية. ولا يقتصر دور المسجد على هذا، على أداء الفرائض الدينية فحسب، بل إن المسجد كانت تستخدم ساحته لفض المنازعات، كانت تستخدم كمحكمة لفض المنازعات الدينية والمدنية. ومما أثر عن ذلك أنه عقد فيها عديد من المحاكم والجلسات وفض المنازعات بين الخصوم. للجامع العتيق مكانة علمية كبيرة ودينية، فقد صعد منبره مجموعة من أهم المشايخ والأئمة لإلقاء الدروس والخطب. ومن أبرز ما صعد منبر مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وألقى فيه الدروس والعظات الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، هو ثالث الأئمة الأربعة بين يدي لدى أهل السنة والجماعة.
كذلك الإمام الليث بن سعد أحد العلماء المجتهدين صاحب المذهب الفقهي أيضاً وأحد علماء الحديث. كذلك أيضاً سلطان العلماء وهو العز بن عبد السلام الذي لقب في حينه وفي عصره بأنه سلطان العلماء. كذلك أيضاً الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام صعد المنبر وألقى دروسه في هذا المسجد العظيم وغير ذلك من العلماء الأجلاء الذين كتب عنهم التاريخ بأنهم ألقوا دروسهم ووعظهم في هذا المسجد العظيم. هذا المسجد العظيم كما كان له مكانة عظيمة في قلوب المصريين جميعاً وفي قلوب المسلمين عامةً، فإن المسلمين والمصريين كانوا يزورونه في شهر رمضان ويتوافدون عليه لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وخاصة في ليلة القدر من كل عام. كان من الطبيعي أن يحكي التاريخ عن جامع عمرو أول الجوامع المصرية الكثير من الروايات والقصص، كما يتحدث الناس عن أماكن فيه يستحب فيها الدعاء. لجامع عمرو بن العاص مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة أنه بيتزامن مع الفتح الإسلامي وبناه الصحابة، ما جعله فاتحة خير تعبر عن الأصالة، ودائماً بيستقبل العرب والزوار من المسلمين الأجانب لأداء صلاة التراويح في شهر رمضان وسط حالة روحانية عالية. كمان قال عنه ابن دقماق إن مسجد عمرو بن العاص إمام المساجد ومطلع الأنوار اللوامة، طوبى لمن حافظ على الصلوات فيه وواظب على القيام بنواحيه.